قال تعالى: فآمنوا بالله ورسله. قال رسله مع أن السياق في عيسى عليه الصلاة والسلام. من ثم فإن فيه فائدة، وهي أنه لو رفع رسول فوق منزلته كما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام فالحكم هو هو، أو من انتقصه فالحكم هو هو، فلا تفريق بين الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن ثم فإنه يرد بهذه الآية وغيرها من النصوص على من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستشفع به ودعاه وسأله واستغاث به. وقوله فآمنوا بالله ورسله يشمل الكل، والإيمان بالله ورسله ركنان من أركان الإيمان الستة. ما هي أركان الإيمان الستة؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والتنصيص على كلمة الجمع ورسله هنا بعد ما ذكره جل وعلا عن أهل الكتاب موضح في نفس هذه السورة، وهذا يدل على أن السورة فيها وحدة في الموضوع. ولذا قال تعالى في هذه السورة: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.